باقي عند الكابتن الخاص. اليوم هو المؤتمر الأول الوطني للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض الروماتويد وأمراض الصدفية. احنا اليوم كان الشعار ديالنا هو بالتغطية الصحية يمكننا نتحدى الأمراض المزمنة. علاش؟ لأن كما شار ليه سيدنا بأن التغطية الصحية حق لكل مواطن، لذلك كنقوم بهذه الورشات التحسيسية من أجل تحسيس المرضى أنه مهم الكشف المبكر والولوج إلى العلاج الصحيح، باش ما يكونش عندنا واحد الشح في المعلومة أولا، وثانيا ما يكونش عندنا واحد التوقف عن العمل، التوقف عن الدراسة، الطلاق، لأن هذا المرض مرض مزمن، يعني كأي مرض من الأمراض المزمنة، يا بحال مرض السكر أو القصور الكلوي أو أي مرض مزمن خاصه الدواء مدى الحياة، واللي كيولج للعلاج الصحيح وكيحاول يتساير مع واللي مهم هي سيرورة الدواء والولوج للمستشفيات والجمعية اللي كتساعدهم في التحسيس والدعم النفسي، باش يكون عندنا مجتمع صحي عقليا وبدنيا. تنشاركوا في هذا اليوم العالمي لأمراض الروماتيزم، وتعتبر المؤتمر الأول ديال الجمعية اللي مختصة في محاربة الأمراض الروماتيزم. الهدف الرئيسي من هذه المشاركة هو تحسيس الناس باش يمكن يكشفوا على المرض فترة مبكرة، باش ممكن ياخذوا العلاج، وبهذا العلاج تقدر يحيدوا كاع الإعاقة ويمكن يعيشوا عادي بدون إعاقة، بدون اضطرابات، سواء في الحركة ولا في الآلام ولا. إذا الأهم شيء عندنا هو أننا الناس يفهموا هذا المرض ويفهموا بأنه مزمن. يعني اللي تيقول مزمن يعني ترى الدواء غيبقى طويل، وكاين خصهم دائما كل واحد مراقبه، لان مع الدواء طويل خاص مراقبه المرض ومراقبه ديال مضاعفات الادويه مضاعفه ديالهم. لهذا مهم بزاف هذا المؤتمر باش يكون واحد المعلومات مهمه اللي غادي نوصلوها للمرضى ان شاء الله.